كامل المركز اللي كان معنا على مدى سنتين ونصف، من وقت ما بدأنا بجرابلس بدأنا من سنتين ونصف تقريبا. كان معنا كادر خطوة بخطوة، والحمد لله رب العالمين استطعنا نحقق انجازات بفضل رب العالمين، ثم بفضل دعم إدارة المنظمة، وأكيد نشكر الأستاذ عبد الرحمن بدر مدير التنفيذي لمنظمة الرواد، نشكر كادر الإدارة والتعليمي اللي كان معنا أكيد. كان بذلك كل بقدر ما الثورة تنجح، بقدر ما نحن إن شاء الله رح ننجح، بقدر ما إنه رح نكون فاعلين في مجتمعنا، بقدر ما إنه نجاحنا هو نجاحنا مجتمعنا إن شاء الله. شريحة المكفوفين، قدر الله عز وجل علينا، قدر الله ما شاء فعل، رضينا بقضاء الله وبقدره، ولكن ثرنا وانتفضنا على الجهل وقلنا نحن لسنا عال على المجتمع، وخرجنا من الجهل إلى التعلم والعلم لننهى العلم، فانطلقنا من هنا من مركز الرواد لنتعلم العلم في مشروع إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن شاء الله قابل للتحقيق إذا استمرنا في إصرارنا، استمرنا في عزيمتنا، نقتحم نعمل مشاكل، نقتحم ندرس إن شاء الله، نقتحم ميادين العلم كافة. جرابلس للكادر التعليمي، كل أستاذ وكل أنسة.